السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل وتقييم أداء الدوري الجزائري رايان أيت نوري مع فريقه ولفرهامبتون ضد فريق مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للقاء اليوم. طبعا سوف نتعرف على تقييمه وإحصائياته في لقاء اليوم. قبل البداية أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو سلكاكو جديد. لنبدأ عبد الله. رايان أيت نوري شارك كأساسي في تشكيل فريق ولفرهامبتون ولعب 73 دقيقة في اللقاء، تحصل على تقييم 6.8 كتقييم على أدائه وعلى مردوده. إحصائيات كالآتي: على المستوى الدفاعي ارتكب خطأين، شتت الكرة مرة واحدة واعترض مرة واحدة. أما على المستوى الهجومي لم يسدد أي تسديدة، لم يصنع أي فرصة. نسبة التمريرات وصلت إلى 71%، ونسبة التمريرات الطويلة وصلت إلى 50%، ولمس الكرة 55 مرة في المباراة. للأمانة لاعب رايان نوري في لقاء اليوم كان أدواره دفاعية أكثر من هجومية، على الرغم أنه تأتيه المساحة ليتقدم للأمام أكثر، خصوصا أن مانشستر سيتي كان مستحوذ على اللقاء ويترك فراغات في الظهر الدفاع. لكن على العموم تبقى مباراة محترمة للاعب رايان نوري مع فريق ولفرهامبتون ضد فريق نادي مانشستر سيتي، تحصل على تقييم 6.8، تقييم كذلك منطقي للاعب رايان نوري الذي يشارك باستمرار مع فريق ولفرهامبتون، وهذا ما نريد هو الاستمرار في المشاركة وتقديم أداء جيد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. نتمنى التوفيق ودوكو شمدينا، وإلى اللقاء.